ازاي ممكن نبدأ كده معاكي وتقولي لنا يعني رابط المنزل او السيدة اللي ما عندهاش وقت او البنت اللي بتكسر تنزل تعمل ايه يعني من بداية كده عشان تغير اللايف ستايل بتاعها؟ هو اول حاجة احنا دايما بنحب نتكلم مع يعني مع ربات البيوت او البنات اللي هم وصلوا مثلا يعني الشيب اكبر من هما كانوا بيتحركوا او بينزلوا. فتره الكورونا كمان بينت لنا كلنا الفتره دي جدا اثرت يعني حتى اللي بينزل او بيشتغل او اللي قاعد في البيت. فاحنا بنقول اول حاجه احنا نظبط اكلنا، ما نروحش للحاجات اللي فيها اكل يعني من الشارع او كده، ناكل اكل نظيف زي ما بنقول اكل من البيت، نهتم شويه بالمحتوى اللي احنا بناكله. تاني حاجه بقى رياضه، يعني انا لو جبت يعني حاجات بسيطه قوي عندي في البيت هبدا ان انا اعمل بيها تمارين. طب هعمل تمارين ازاي؟ انا خايفه ان انا اذي نفسي او خايفه ان انا يعني احط اي محتوى ان انا ما اقدرش اشتغل بيه. خلاص احنا ممكن نشغل ميوزك، الميوزك يعني الناس كلها بتخليها فان اكتر يعني بتروح بترفه شويه. بالظبط، فبتخليكي اكتف اكتر، بتخليكي متحمسه. شغل البيت نفسه الاب اند داون، وهنزل اجيب حاجه من الارض او هحط حاجه فوق او هحط حاجه يمين شمال، ده اللي احنا اوريدي اصلا بنعمله في الرياضه. بس احنا عندنا تمرين منظم. بس احنا بنعمل ايه؟ بنعمل تمرينات الموبيلتي اللي هو مثلا لو استخدم ايديا ورجليا مع بعض ده بنعمله احنا اوريدي في البيت. استخدم حاجه عاليه عشان الرشاقه بتاعتي بنعمله في الجيم. هوطي قوي بنعمله في تمرين السكوات. فكل الحاجات دي احنا لو بنعملها بس رتبناها هنوصل للي احنا عايزينه في شكل جسمنا. بس نقوي العضلات، ما نسيبش نفسنا قاعدين، مش هتلي دي من بعيد هات لي حاجه لا احنا نعمل اعمادنا بنفسنا، ما نبقاش معتمدين على حد. الحركه حلوه حتى لو في البيت الواحد بالزبط. يقوم يجيب الميه لنفسه يعني دي اقل حاجه خالص. احنا عندنا هنا ثقافتنا بنبعت يعني اهالينا يبعتونا واللي متجوز ومخلف يبعت لو الحاجه قدامه ما يقدرش يجيبها والله.